حديث الآن للمهندس سيارة عصام الشرابي بعنوان الورقة أو البيبر تايتل دارس ديجيتال واي اوف ورك ان انجينيرينج اند بروجكت مانجمنت دار الهندسة سينيور بروجكت انجينير كونتراكتس ادمن 14 years of experience BSc architectural engineering PMB certified contracts low and smart contracts AI and smarter construction sites. حديث لك. شكرا لك. شكرا لكم على استضافتني اليوم. معكم انا المهندس سيارة الشرابي من دار الهندسة. اليوم رح اعطيكم بس بريف صغير عن انيشيتيفز احنا بلشناها بدار الهندسة من شي 3-4 سنين. حبينا احنا ندخل the power of digital working على دار الهندسة لانه هذا الحكي it's expanding rapidly. فاحنا حبينا نشتغل ب separate initiatives وهي كانت مبادرة بدار الهندسة. صار في عنا تيم كتير كبير جمعنا قدراتنا احنا من مختلف الديبارتمنتس وتناقشنا بهاي المواضيع كلياتها وحتى صرنا نعمل conferences او talks مع experts بهذا الفيلد عشان نقدر احنا نحصل هاي المعلومات ونقدر نحط سيستم احنا internally بدار الهندسة to establish هاي الكابابيليتيز الموجودة عندنا. اليوم رح احكي لكم عن two capabilities اللي هي design والsupervision capabilities. في third capability كان حكى عنها زميلي اليوم الظهر I think إدمون شامي اللي هي عبارة عن facility management أو para the parallel world of دار. أنا اليوم رح أحكي لكم عن two initiatives اللي هم design capabilities one minor detail عن supervision capabilities. مش حابة أطول عليكم كتير بهذا الموضوع. فإحنا عشان نحسن قدراتنا بدار الهندسة ونقدر to serve our clients better. تعرفين دار الهندسة 70 سنة من الخبرة. إحنا في عنا very various clients. إحنا في عنا بمختلف الأسواق. إحنا في عنا بآسيا بالخليج بأفريقيا حتى بأوروبا. فعشان إحنا نقدر to enhance and to provide our clients with the best service إحنا قررنا إنه نفوت على عالم الديجيتال واي. زي ما حكيت لكم احنا في عنا 3 initiatives design supervision and operational. اليوم راح احكي لكم عن تنتين منهم. اول واحدة هي design digital capabilities عنا بدار. راح اركز انا على 4 أو 5 منهم اليوم. في اكثر من هيك بس انا حبيت استعرض لكم بس كم من initiative منا اللي هم basically البدايات للماشين ليرنينج والارتيفيشال انتليجنس. حبينا نستفيد احنا من خبراتنا وحبينا نطورها. ف when we took a step back بهذا الموضوع اكتشفنا انه احنا we need the pool of data الموجودة عندنا 70 سنة من الخبرة اللي احنا حابين نستفيد منها. فعنا the first level of design اللي هي data driven design. Second level كانت عندنا parametric design. The third level اللي هي generative design which is something أنا ما رح أحكي عنه اليوم بس إحنا بلشنا فيه لأنه إحنا قعدنا 3 سنين establishing data اللي هي رح تأدي للgenerative design later on وإحنا عم نبني هذا السيستم internally عندنا بدار. في عندي كمان design for manufacturing and assembly أو what they call DFMA. في عندي كمان 4D and 5D in both design and construction هم BIM 4D and BIM 5D رح أحكي لكم عنه in more details. في عندي other two items اللي هم BIM enabled design workflows reality capture. هي initiative صارت عنا it includes tapping on virtual reality and mixed reality موجودين عنا بس بهاي السيشن أنا ما رح أحكي لكم عنهم عشان بس to take you through الأشياء الفوكس عليها ممكن يفيد بالديزاين أكثر as a basis. Okay. So starting من data driven design. إيش هي data driven design؟ Data driven design هي عبارة عن collection of data عشان يستفيدوا منها المهندسين. اكتشفنا إنه إحنا عندنا كتير data وبدون هاي data إحنا we are blind. إحنا ما عم نقدر نفيد الكلاينتس بخبراتنا. عشان احنا كمان نتوصل لهاي الداتا عم we are expending effort tremendous effort عم نضيع شهور واحنا بندور على هاي الداتا. طب الداتا بين ايدينا.
الداتا موجودة عندنا. إحنا بدنا بدار في repository of information غنية بهاي المعلومات، بنقدر نستفيد منها وبنقدر نحول ديزاين تانا عن طريق الاعتماد على هاي الداتا كلياتها. فكان في عنا عملنا إشي اسمه دار داتا هب، وهذه internal database عشان نفوت عليها ونعتمد على الداتا الموجودة فيها to provide what to provide the client بالinformation اللي محتاجها. حتى إذا هو الكلاينت ما عنده هاي الانفورميشن إحنا بنعطيها. okay. فعملنا داتا هب من 5 pillars. أول واحدة في عندنا public data which is anything out there in the, on the internet. هذه it's easily accessible, it's a search engine موجود عندنا، نقدر إحنا نفوت عليه. كل هاي الانفورميشن في custodian لهاي الانفورميشن، periodically بيعملها update لهاي الانفورميشن حسب إيش latest publication الموجود، بحطها بهاي اللوبري. في عنا our own in-house data اللي هي من المشاريع تاعتنا، وإحنا هاي الداتا كلياتها tagged with specific information أو specific metadata عشان إحنا تسهل علينا search. في كمان project data اللي هي خاصة بالمشاريع المعينة. okay. في client data، والclient data هذا عبارة عن إشي هو للclients and we made sure إنه هو بي بيلر لحاله، لأنه بالنهاية هاي clients information، هاي security protected. في عنا confidentiality agreements، في عنا security limitations، فإحنا ما بنقدر نشاركها مع الكل، حتى هاي مش accessible for everyone وهي protected. وفي عنا طبعا إحنا رابطين كل هاي المعلومات بالgeographical locations الموجودة، so لو حب حدا منا يعرف إنه في عنا مشروع بأنغولا حابب يعرف إيش الكاركترستيكس تاعت هاي المشاريع الموجودة بأنغولا as a starting point، بيقدر يروح على إشي اسمه GW@DAR، هي geographical location، they access هاي المعلومات، بتطلع لهم المعلومات الخاصة بهاي المشاريع الموجودة، بيقدر من على بيقدر يستخدم هاي المعلومات إنه يطلع بالinformation اللي بتهمه لمشروعه القادم. The second item اللي هو design for manufacturing and assembly. I think it was reversed. So design for manufacturing and assembly هو two parts. هو design for manufacture and design for assembly. وهذا الموضوع يستخدم هلأ حالياً كتير especially إذا بنيوم. نيوم it's expanding a lot. وبدهم سرعة تنفيذ المشاريع، ما في وقت الواحد يقدر يفكر بالديزاين كونسبتس. احنا بنعرف الاركيتكتس كرياتيف بيحبوا يشتغلوا بكرياتيفيتي، بيحبوا ينوروا بالديزاينز تاعتهم. وات وي ثوت اباوت انه ليش ما يكون في لايبرري من هاي الايديز موجوده ريديلي افيلبل، حتى لو الاشياء البسيطه. اذا حب المعمار انه يكون في عنده كرياتيف كونسبت، ستيل يو كان يوز سم اوف ذا دي اف ام اي ابيليتيز انك تغطي اليمنتس ما فيها كتير كرياتيفيتي، فيها ريبيتيتيفنس حتى، او حتى المشاريع الكبيره الموجوده. يعني حتى لو بدك تكون كرياتيف، ات ليست يو هاف ا فول باك عشان تقدر تو ديليفر للكلاينتس المشروع بطريقه سهله وسريعه، عشان ما يتغلب فيه، بده ريتيرن انفستمنت عنده بده اياه يكون سريع. ففي ديزاين فور مانيفاكتشرنج سمبل اللي هو basically هو modular construction و prefabrication at the same time. فبجمع ما بين التنين وبكون ال construction بيكون off-site. فبتيجي ال element بتيجي جاهزة وبتتركب زي Lego pieces on-site. هذا الحكي بيساعد على إنه يوفر كتير. أول إشي safety بالsite بتكون very much improved. في collaboration ما بين different trades برضو as well it enhances the collaboration. الماتيريال كوست بتقلل الماتيريال كوست، لانه البريفابريكيشن بالمصانع بقلل الكوست. لما تكون ريبيتيتيف مودلز وفاست برودكشن، هذا الحكي بفيد الكلاينت انه يكون في عنده less waste definitely less material cost، لانك انت you are producing mass volume of items عشان تيجي تركب on site. definitely كمان reduce waste. في عنا ال less embodied carbon، ال carbon emissions. هذا item كتير مهم especially
في عنا كتير مشاريع إحنا كل الكربون إيميشنز كتير they are increasingly expanding وهذا الحكي بده control. في عنا كمان other aspect اللي هو shorter duration. لما يكون هدف الكلاينت a shorter duration, this is a very good option for the clients. طبعا بنحكي قاعدين عن better safety, بنحكي عن كمان less manpower on site. لما يكون في عندكم قطع كبيرة, راح أفرجيكم هلا example, لما يكون في قطع كبيرة بتيجي بتركب on site زي Lego pieces, معناته أنت you don't need that much manpower أو labor. ما بدك كتير equipment كمان on site تكون موجودة أو tools تكون موجودة everywhere. فبالتالي في عندك control على هذا الموضوع. وطبعا البيلدينج كواليتي لما يكون الموضوع مصنوع بفاكتوري وانت عم تنقله من الفاكتوري للسايت, في عندك فاكتوري كنترول, فهو it's a better quality for. هذا واحد من المشاريع الموجود بالريد سي. It's a hotel. في عنده 800 كي, يعني 800 غرفة في موجودة. شاليهات صغيرة كلياتها هاي بريكاست كونكريت جاي من المصنع مركبة زي ما هي انتو شايفينها, تيجي بتتركب بالسايت زي ما هي عم تتركب قاعدة. اوكي, وفي بقلب هاي البريكاست اليمنت او الشلز هاي اللي هم الرومز, في الباثروم بودز. باثروم بودز اتس ا كومبليت باثروم اوتفيتد كومبليتلي, بيجي وبركب. They only push it inside the building. وهذا الحكي صاير من قبل كمان. اذا بتعرفوا برج الساعة بمكة برضو كل التولز فيه كلياتهم باثروم بودز, كلياتهم 1000 باثروم كلياتهم مركبين, فوتوهم من الفساد كلياتهم. بده careful consideration لانه هذا الحكي بيأثر عندهم على construction schedule, فبدك contractor يكون عارف كيف السيكونس تاع الشغل عشان يضمن انه ما يأثر عنده على الدليفري تايم. هاي الليفل الثاني اللي كنت عم بدي احكي عنها انا بعد الداتا driven design اللي هو البارامتريك ديزاين. والبارامتريك ديزاين هو عباره عن يعني بالنهايه هو سوفت وير. اذا بتعطيه الميتا داتا السوفت وير بيقدر يعطيك options. الoptions هاي endless, بس you have to give him the parameters. لازم تتفاعل انت في human interaction. بتعطيه هاي الداتا بغير لك الvariables كلياتها, بيعطيك several options. The same project, خمسة locations, same concept, أعطانا different options عشان يكون في unique design لكل مشروع بكل location. هم هذول سعودي انترتينمنت فنتشرز بالسعوديه, مشاريعهم بتبوك بينبع بالمدينه بمكه, وفي كمان اكمل مشروع. هذول الاربعه they are based on the same concept using parametric design. طلعنا باكثر من option على هاي الامور كلياتهم لهم نفس الروحيه using parametric design. وطبعا كان في عندنا كمان مشروع it's a leaning tower برواندا, بدون parametric design ما كنا بنقدر نعمل هذا الحكي. احنا structural calculations resulting from the parametric model, structural calculations from the parametric model enabled us إنه نعمله leaning و curvature بنفس الوقت. وما حبينا نضيع كل هاي الexperience. إحنا عملنا زي data sharing portal, وكل هاي الأمور كلياتها إحنا بنتشاركها internally. إحنا 9000 10000 موظف across countries, across 60 countries. هاي المعلومات it's too valuable for us to waste. فكلياتها بتتسجل, كل ال experience تاعتنا بتتسجل قاعدة, نعطي training فيها. وهلأ جديد we are finalizing the parametric وعم ننتقل للgenerative design. عم نعتمد على الداتا ونعتمد على parametric. هلأ بدنا ناخدها for the next level اللي هي الgenerative design. خلي المشين تحكي لنا إحنا إيش نعمل, ما نعطيها الانفورميشن. الانفورميشن موجوده, صارت الداتا هاب اللي احنا وي بيلت, عم نبني بلاتفورم تقرا الداتا هاي كلياتها وتصير تعطينا الاوبشنز. اول يو هاف تو دو زي سيرش انجن, تعطيها كي وورد بتطلع لك الاوبشنز. اند ذس از ذا دريم اكشلي. يعني احنا لسه ما وصلنا لهذا الموضوع. ف I'm gonna try three more. رابع topic اللي هو البيم 4D 5D in design and construction.
هلا احنا كلياتنا بنعرف ال 2D وال 3D. البيم له 10 دايمنشنز، بنوصل ل 10 دايمنشنز. ال 7D دايمنشن اللي هو حكى عنه زميلي ادمون شامل اليوم الصبح، انا اليوم راح احكي لكم عن ال 4D وال 5D. ال 4D دايمنشن هو التايم دايمنشن، ال 5D هو الكوست دايمنشن، طبعا في 6D اللي هو عباره عن سستينابيليتي دايمنشن، 7D الفاسيليتي مانجمنت، ال 8D عباره عن الهيلث اند سيفتي، ال 9D اللي هو اللين كونستراكشن، وال 10D الاندستريال. في عليه لسه ديبيت بس it is getting there. lean construction. اوكي فاليوم انا راح احكي لكم بس عن ال 4D وال 5D in both design and construction، لانه بياثر بالديزاين وبياثر بالكونستراكشن. عندنا ايش يعني 4D و 5D؟ ال 4D it's about adding a time dimension على 3D model. 3D model موجود. All you have to do is add a time dimension to it. اوكي؟ عبارة عن يا اما generating the time schedule from the model itself. إذا كانت المعلومات already embedded بالBIM library موجودة بال 3D model elements، إذا كانت المعلومات embedded already تقدر تخلي البروجرام نفسه يطلع لك سكجول. انت بتعطيه اكزامبل، بتقول له انه البيلدينج الاتش باك اكويبمنت فور اكزامبل انستاليشن ذس فوليوم اوف اتش باك اكويبمنت بده 30 دايز ليتس سي. يو تيك ات فروم ذير ذا اف يو تشينج ذا اتش باك سيستم تو سمثينج ايلس، رحت لفي ار في، اوتوماتيكلي البروجرام راح يعرف انك انت غيرت النوع، فبالتالي راح يقول لك اوكي بطل عندك الاتش باك سيستم 30 دايز، صار عندك 60 دايز. بتغير السكجول عندك اوتوماتيكلي، بقول لك ات فلاجز اوت ا ريسك انه انت راح تاخر المشروع بهاي الطريقه. تشوز ا بيتر ديزاين اوبشن. هذا الحكي راح يكون امبيدد، هذا الحكي امبيدد بكل الديزاين اليمنتس الموجوده بال 3D موديل. ال 5D نفس القصه. ال 5D هو عباره عن الكوست اليمنت. الكوست دايمنشن هذا هو عبارة عن قديش الماتيريا بتكلف exactly. برضو it's a library موجودة، احنا هلأ عم نبني فيها library. if you link it to a certain BIM element وبتعطيه البيم موديل جاهز، you run the software بقولك انه تكلفة مشروعك 100 مليون، بس بقرأ قاعد المعلومات الموجودة embedded بكل البيم library هاي. وهاي library ما بتقتصر بس على مثلاً المشاريع، إحنا عم نفصلها قاعدين حسب إيش الستاندردز الموجودة وحسب الكونتري وحسب مين الكلاينت، لأنه في كلاينتس بس من سمعتهم بقول لك أنا مشروعي غلي 20% بس من السمعة، واجهناها هاي. مظبوط. طبعاً بيعطيك better visibility وinsights على ال cost plans. هذه كلياتها benefits له. هلا the thing is with 4D and 5D، وهذا إشي إحنا مجرب عنا، بتقدر أنت تمسك ال BIM model during construction، كمان مش بس during design. during design بتقدر fine غيرت element بيقدر يعطيك إيش ال end result. بتقدر to visualize it for clash detection through time، بتشوف كيف عم بنبنى قدامك through time، وبيقدر يعطيك eventually البيل اوف كوانتيتيز وبرايسد بيل اوف كوانتيتيز. حتى during construction you can do it for site safety to detect ايش في تاخير على السايت، وين بيقدر الكونتراكتور to manipulate the sequence تاع الكونستراكشن عشان to recover الديليز الموجوده اون سايت. وبنفس الوقت بتقدر انت to control change management، اذا عندك اي شيء تغير بالسايت بتقدر to detect it through the 5D element as well. كل هاي المعلومات، بس أهم إشي الداتا. بدون الداتا ما تكون embedded بال 3D model أنت you are leading blindly بهذا الموضوع. عشان هيك بنرجع أقول الداتا driven هو الأصل كلياته. الهبز اللي إحنا عم نبنيها هي الأصل كلياتها. هذه واحدة من الهبز الموجودة كلياتها. هاي الهب بده يكون including كل ال BOQs، ال specifications، أي time factor، cost factor، الورك بريك داون ستراكشرز تاعت المشاريع تاعتنا، الموديل داتا كلياتها عم تنبنى كلياتها هذه على هب وحده، عشان تطلع لنا اوتوماتيكلي بتطلع لنا الكالكوليشنز whether from BOQ price BOQs or the specifications and the time constraint. هلا
I have one more item. بس just one more item. خلصنا من part design. في عندي بس supervision. Just 2 minutes. Okay. Just 2 minutes. هلا this initiative إحنا حكيناها عنها smarter construction sites. So هي initiative إحنا ارتقينا إنه إحنا to dive deeper into it عشان to improve the efficiency on site ونساعد موظفينا on site. بالنهاية إحنا عنا a lot of data وإحنا we have a good repository of information. بس مش معقول forever to go on paperwork. مش معقول يعني هذا بس brief عن أشياء few items إحنا عملناها. This is a very high level. عملنا our own application عشان inspection, عشان ال data capturing, عشان ال site instructions, any non-conformance reports, and material inspection. Everything has been digitalized ومش بكلياته على application. عشان وهذا الحكي جرب بمشروع هون بالأردن معمول هون بالأردن ال e-inspection it's an, يعني ال site engineers he doesn't need a paper بيروح على موعد ال inspection مع الموبايل بياخد صورة بحط النوت هي uploads هو واقف بالسايت أوكي جربنا أشياء تانية في عنا ال HSE incident reporting برضو it's an application أي incident بيصير on site برضو through the mobile application directly بلتقط هذا الانسيدنت it gets reported instantly وبكون بالفورم الموجود متفق عليه بالسايت وفي عندنا كمان two other items اللي هو الاوفرلي GIS over BIM اللي هي GIS data فوق البيم موديل you link it you overlay it ومن كل هاي المعلومات احنا we are generating بدل ما يقعد الكونتراكتور spending like 2-3 days collecting information عشان يطلع المونثلي او الويكلي progress reports كل هذا الحكي بيطلع automatically من بلاتفورم document management platform اللي موجودة عندنا واللي هي أصلاً repository لكل ال items اللي تيجي قاعدة من ال application. This is the I'm done. This is for the data capturing the application. These are the interfaces how we act on it. في عنا ال overlay GIS over BIM اللي هو BIM model مع GIS information بتطلعنا information in terms of time and cost and progress. ومربوطة بالسكادجول وفي عنا الأوتوماتيك جنريشن أوف بروجرس ريبورت اللي هي أصلا مربوطة بالدي إم إس سيستم تاعنا عشان نسهل الريبورتينج والريبورتينج بروجرس. Thank you.